وراجع واحد بقاله 3 ايام غايب وما بيردش على تليفون. عايزنا ما نقلقش ازاي يعني؟ هو الموضوع مقلق يا بنتي، انا معاكي انه مقلق، بس انا عارف اصلا انا عصفوه مزاج، وهتلاقيه خد يومين ثلاثه بلبطه مع اصحابه البلطيم. بلطيم مين يابا؟ ما اصحابه متلقحين قدامك اهو. ايوه، من ساعه هو برنامج صريح الفيل ده وهو اللي حلق لنا. ما انتوا اللي قلتوا معاه وقلتوا عليه خاين وجاسوس، ده حتى يا حبه عين امه الشقه الجديده اللي كان مأجرها صاحب الشقه طردوا منها، احنا اللي رميناه في الشارع. وبعدين يعني هو انا هعرفكم على عصفور؟ ده ما يعرفش اسرائيل من الايوبيه. اه لا لا، عيب، انتوا قلتوا معاه. انا بكلمك انت كمان يابا. ما تاخديني بالقفه يا بت، ما تهدي شويه. وبكلمكم كلكم، بدل ما ناخده ونحضنه نرميه في الشارع. اهو صاحبه جه اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده برضو ضيعت مجهودي كله ورجعت للفلانه المعفنه اللي كنت بتلبسها. براحتك. اخرس. احنا فين ولا في ايه؟ بقولك يا دكتور، مفيش عندك اخبار عن عصفور؟ لا والله، انا حتى عمال اكلمه وما بيردش عليا. احنا نفس الحكايه، انا طلعت السطح برضه لقيت اوضته مكركبه. ممكن يكون جه امبارح او اول خد حاجه ومشي تاني. طب ما ممكن يكون فوق السطح دلوقتي. احنا قاعدين من الصبح ما عداش قدامنا، هيطلع على السطح ازاي من غير ما نشوفه؟ ايه بيطير؟ ايه بيطير؟ لا هيطير ازاي يعني؟ هو الرجل العنابي ولا ايه؟ ده مجنون ولا ايه؟ اه مجنون، ده لسه خايف دلوقتي. اخرس. طيب انا همشي، ولو شفتوه قولوا له ان انا سالت عليه، خليه يكلمني ضروري. بس الحقيقه انا قبل ما امشي بس كنت عايز اعتذر لعم هيصه قدامكم كلكم. على ايه يا ابني؟ على اللي حصل مني امبارح. انا فعلا يا عم هيصه كنت حمار قوي معاكي. معاك مش فاهم حاجه. ما تسامحش في حقك يابا، دي مش اول مره تحصل. هي ايه يا بنت؟ لا والله يا عم هيصه، دي اول مره واخر مره هتحصل، ولو حصلت مني تاني اعمل فيها اللي انت عايزه. افهم، انا مش فاهم حاجه. جرأة يا عم هيصه، جرأة ايه؟ ما تسامحه، الراجل واقف هيبكي وهو واقف، ما تسامحه وتخلصنا. خلاص يابا بقى، المسامح كريم، انت قلبك ابيض برضه. ايه قلبك كبير؟ انا مش فاهم حاجه. ده انا فهمت، ما تبقاش دماغك صارمه قديمه بقى. ما تقوموا في داهيه انتوا الاثنين، وعايزكوا اذا كان على اساس الصعب المشكله. مش فاهم حاجه يا عم هيصه. مش مهم تفهم، المهم ان انت سامحتني. شكرا يا عم هيصه. حاب اكلمك. ها المهم ان انت سامحتني. واخد بيت الترامادول على اللي بياخدوا الترامادول. العيال مخابره. الحمد لله على السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. معقول الرجل العنابي يخاف كده؟ يا عصفور مالك؟ ما بتردش عليا ليه؟ كان عندي كام حوار كده لمؤاخذة بخلصهم يعني. طب تعالى اهو، تعالى. مالك يا عصفور؟ مش على بعضك ليه؟ ما انا زي الفل اهو يا دكتور. انت هتخليني مش على بعض ليه بس؟ لا اصل في ناس قالت لي كده انك ماشي اليومين دول مع بنت اسمها صحر. كذاب ورمه وزباله اللي قال لك كده. اسمها عبير. عبير؟ اه عبير احلى من صحر. قالوا لي كمان انهم شافوك قاعد معاها فوق عمود نور. كذاب ورمه وزباله برضك اللي قال لك كده. انا على طول باخدها فوق الموطا. ايوه خر خر بكل حاجه، خر يا خروف. جرى يا دكتور، انت بتستدرجني بالكلام ولا ايه؟ انت يا حبيبي مستدرج لوحدك، مش مشكله. انا عارف انك بتمر بظروف صعبه الايام دي، بس ده ما يخليكش تاخد فلوسي. واخلع انا يا دكتور، الدماغ مش واصله، مش حاطط ايدي على البلف. فلوس ايه اللي اخدتها؟ فين ال 100,000 بتوعي يا عصفور؟ 100,000 جنيه بتوع ايه؟ انت مش خدت من صالح الفيل 200,000؟ يبقى انا ليا 100,000. طب ما انت كنت بتاخد منه فلوس قد كده على قلبك وبترمي لي انا فتافيت. هو اللي قال لك الكلام ده؟ عصفور انت مالكش غير، صالح الفيل ده تعبان عايز يوقعنا في بعض. شفت اول ما اتعاملت معاه من ورايا؟ خلاك تسرقني. لا لحد هنا يا دكتور وستوب. انا مش حرامي يا دكتور، ولو زودت تاني في الكلام هقول لك كل قرد ويلزم شجرته يا صاحبي. انت بتقول لي مين الكلام ده؟ يعني بقول لك انت يا دكتور. لا مؤاخذه بقى، انا عايز انام. شرفت يا دكتور. وانت من اهله يا زميلي. يا دكتور شيحه، شفت عصفور الكلب بيتحداني؟ اول ما اتلم على صريح الفيل اتنمرض عليا، بس انا ورحمه ابويا ما انا سايبه. لو وصلت بيا ادمر له حياته الشخصيه هدمرها له.
عالنبي. ايه ده؟ هي عبير مش معاك ولا ايه؟ اعدمك يا عنا بيتي، بس انا سامعة كده انها هتغيب لها يومين تلاتة. اصل الصدمة كانت شديدة قوي عليها يا دكر. دكر؟ هي عبير حكت لكم على اللي ما حصلش بيني وبينها؟ اساسي دي مصيحة لك في كل حتة. يا نهار ازرق، بس والعشرة كرام يا اب، العشرة كرام يعني انا كويس اصلا، مش ده الطبيعي بتاعي. بس زي ما تقولي كده يعني اليومين دول عندي الفكر، بعدين يعني الكل عناب كبوة. طب بقول لك ايه، ما تاخدنا انا. هاخدك اعمل بيك ايه بقى في الظروف المنيله دي؟ عايزه تسيحيلي؟ شوف كده يا اخويا، لا تكون حبيبه القلب. فين يا بنت ناتاشا؟ عم هيصه ماله؟ عمك هيصه كويس. عم هيصه كويس؟ امال انت جايباني في قلب المكان الغريب ده ليه؟ هتغتصبيني يا بنت ولا ايه؟ اغتصبك ده ايه يا منيل على عينك؟ اقعد اتهد، عايزاك في كلمتين. عايزه ايه يا قرطاس النكد؟ جاتك البلا وقعت قلبي. ما تنطق يا قرطاس النكد بدل ما اخنف اهلك. صاحبك بيرة. ماله بيرة؟ ناوي على الشر. لمين؟ للعنابي. طب وانا مال انا؟ انت جايبانا هنا عشان تقولي لي بيرة مناوي على الشر للعنابي؟ ما يولعهم الجوز. انت هتستعبط ياض انت يا. استعبط في ايه بس؟ انت قصدك يعني عشان سمعتي من بره ان العنابي صاحبي وحبيبي وكده؟ لا انا قطعت مع الواد ده خلاص، يولع بجاز. بتبصي لي كده ليه يا بت؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ في حد يتصاحب على روحه؟ انا عارفه كل حاجه يا عصفور، عارفه من اول يوم طرت فيه، عارفه ان انت العنابي. يوم ما نزلت من الحاره رقبتك مجبسه ورجعت زي الفل، ولما جريت من حبشي وبعدين رنيته علقه على ودني، يوم ما شلت عربيه الكبده على ايدك ولا ناسي؟ يا ابني انت اهبل، ما انا بنضف بيتك كل يوم وبلاقي بدلة العنابي تحت السرير، انت اتجننت ولا ايه؟ كفايه نتاشا خلاص، انا عرفت انت عايزه ايه. بركه يا جامع، العبيط فهم. عايز انا اشتري سكتك بكام يا نتاشا؟ 30,000 40,000؟ صفخص عليك صحيح ناقص. انا برضو يا عصفور، ده انت كل يوم كنت بتنزل فيه بتنزل وانا حاطه ايدي على قلبي وبدعي ربنا ان هو يسترها معاك. انا عارفه ان انت لو كنت اتكشفت في الشغلانه المعفنه دي كان زمانك رحت في 60 داهيه. شغلانه السوبر دي ما تنفعكش يا عصفور. ايه انا مش فاهم يعني، طب انت جاباني في قلب المكان ده ليه؟ تشحتي عليا؟ عايزه ايه يا بنت؟ الدماغ مش واصله. انا عايزاك كويس يا عصفور، عايزاك تخلي بالك من الحربايه اللي اسمه بيره ده. ده ناوي لك على الشر. يوم ما كان لازم متنرفز من عندك في البيت كلم واحد على التليفون انا ما اعرفوش وقال له ان هو ناوي لك على نيه سودا. ماشي هيبقى كده يا بيره. بقولك يا بنت ناتاشا، انا مش عايز اي حد يعرف الكلام اللي انت قلتيه لي ده، يفضل في طي الكتمان بيني وبينك. يا عصفور انا لو عايز اغمص كان زماني خبصت من زمان. عارفه يا بنت ناتاشا، انت اجدع بنت شفتها في حياتي. صحيح اختي يا بنت. الله ياخدك يا اخي. اختك ده ايه؟ اختك ده ايه يا عصفور؟ انا مش اختك. مش عايزه تبقى اختي، عايزه تبقى ايه يا ناتاشا؟ عايزه تبقى امي. انا عايزاك انت يا عصفور. عايزاني انا؟ انت مش ماشيه مع بيره ما بت؟ تصدق بقى ان انت معفن وما عندكش ريحه النخوه؟ ايه ماشيه مع بيره دي؟ بيره لا ينفعني ولا ننفعه، وبعدين سلمى دي كمان ما تنفعكش، دي تفطسك. والمحاسيس دي بقى يا بت زادت عندك قوي لما عرفت ان الرجل العنابي. قطع العنابي وسنين العنابي وقطعت انت في ساعه واحده، انت والعنابي. عصفور انا بكره العنابي ده وما بينزليش من زور. العنابي ده هو اللي بعدك عني. انا بحب عصفور، عصفور اللي انا منه وهو مني، عصفور الغلبان اللي احنا متربيين سوا، عصفور اللي عم هيثم ربيه بس هو مش اخويا، عصفور اللي بيشتغل ورا كاريكا اللي يوم معاه وعشره معهوش.